أنا معلم كرام زينة كل عام بخير إن شاء الله سهلة فيكم لو سهلة ما شاء الله بدي أحسن أنا بالمعهد أربع سنين حلقة حين والدكم أهلين كلام ما كان بعدين صار ذاكرة معنا الماضي لا أما الماضي الماضي اللي عارفه الماضي اللي عارفه أما في عنده بنت ولدي قبل إصابته بيعرفها بس شافها بيعرفها عنده ولدين بعد لا ما بيجي ما بيعرف شو قال مثل ما حد يقول صار الدرن تطلع إيه ما قال بيزرعوا حوالين الزرع والله من ناحية المنطقة بشكل عام يعني تحديدا اللي عندنا مزرعتها فيها عندنا أرض النهر هاي بزرعوها قمح وشيء والله عندنا والله بزرعوها كم واحد
هي كانت سابقا التركيز اكثر شيء على السلم الحيواني. الله يسلمك، حلت علينا البركه، حلت علينا البركه. الوطن اب الوطن، والله اب الوطن يا عمي. ان شاء الله ينعاد عليك وعلى اهل امك بخير. العيوب الزوز احلى عيد بمر عليك. العام وانتم بخير سيد العيد. الله يخلي لنا اياكم يا رب. وقدمت كنت بدي اقدم على كل صحابي. اخذت بكالوريا مره ثانيه وبدي اقدم على كل صحابي. وقت تصوب اول مره ما كان عم يقدر يمشي نهائي. بس ست شهور تقريبا كم صار لهم خاصه؟ ايوه والله ايوه والله والله نفسيتي هو اهم شيء نفسيه بعد ما يعطيك شوي في حالي مثل ايوه والله الحمد لله مثل الصخر الحمد لله رب العالمين الله يقويك الله يحميك الله يسلمك 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 الله بنعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. الله يسلمك. شرفتونا من أهلا وسهلا فيكم. أنا وصلنا وعلى حرم الجيل هم بهيك. أنا متوقع زيارتك من زمان. والله متوقع زيارتك من زمان انك ما تنسى هيك. تأكيد احنا ما راح نكون بس على سالفه. الله يحميك والله يقويك عمين هذا. امين يا رب. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير.